افتتح يوم الاثنين المركز الثاني للعزل بمدينة الزاوية، حيث أقيم حفل افتتاح حضره عدد من أهالي مدينة الزاوية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجنة جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وأرياف تجابه فيروس كورونا في ليبيا، وهذه قرية أبو صرة تنضم للركب بافتتاح حصن آخر يضاف لحصون المجابهة بمدينة الزاوية. يعد مركز أبو صرة ثاني مراكز العزل بالمنطقة التي تشهد نقصا في هذا النوع من المرافق الصحية، حيث تم تجهيز 21 سريرة وتسعة أسرة للعناية الفائقة، بالإضافة إلى غرف لغسيل الكلى. مركز عزل أبو صرة يتكون من 21 سرير، تسعة سريرية اللي هو 21 سرير، تسعة أسرة عناية فائقة مجهزة بكامل تجهيزاتها، وتسعة و13 سرير للأقسام لحالتهم بسيطة. ويحتوي المركز ويتميز بها أن عنده 5 أسرة للغسيل الكلوي، منهم جهاز متخصص في الغسيل داخل العناية المركزة. الحمد لله باليوم السعيد هذا تم افتتاح المركز ويبدأ استقبال الحالات من اليوم لداخل مدينة الزاوية، وشكرا لإذاعة التنصح. حفل الافتتاح الذي حضره المجلس البلدي وأعضاء لجنة مكافحة كورونا بمدينة الزاوية وعدد من أهالي منطقة أبو صرة الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الصرح الصحي، آملين أن يتحول إلى مرفق للخدمات الصحية بعد انتهاء الجائحة. إنه لشرف عظيم لهذه المنطقة أن تفتح اليوم العنصر الحيوي الصحيح للصحة، وهو الحجر الصحي في هذه المنطقة، منطقة أبو صرة، منطقة الشهداء، منطقة الأمن والرخاء. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا هذه الصحة، وأن نخطو من خطوة إلى خطوة في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل ثورة 17 فبراير. إننا كنا جنود لها وإن لناها مكافحون وبإذن الله. المرفق الذي أنجز مؤخرا من قبل وزارة الصحة وبمساعدة أهالي المنطقة سيسهم بشكل كبير في تخطي موجة أزمة كورونا، آملين على أن يكون هذا المرفق أملا آخر في دعم توسع الخدمات الصحية بالمنطقة.